قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فقوله عز وجل ألم، الهمزة هنا للاستفهام، والطاغوت، الطاغوت لو نظرنا إلى اشتقاقه اللغوي لوجدنا أنه مأخوذ من طغى أي تجاوز. ولذا قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لما تجاوز حده المتعارف عليه جرى ما جرى من إهلاك قوم نوح. فالطغيان من حيث اشتقاقه اللغوي يدل على التجاوز. فالطاغوت فسر بأنه ما عبد من دون الله وهو راضٍ،